الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. مصادر مصرية تشير إلى اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة. تايوان تعلن رصد 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية في مضيقها. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلا عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية. وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة. وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية. كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدراً واعداً للطاقة، مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة. الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضي، وبخاصة في سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، خاصة ما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص.
استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونغ جين ووك، ورحب المستشار عبد الرازق بالسفير كوريا الجنوبية مؤكدا تعزيز مصر للروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التي شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أشاد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة بما تتسم به العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، مؤكدا حرص كوريا الجنوبية على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات. كما أشاد السفير الكوري الجنوبي في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد السفير الكوري الجنوبي على الحرص على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، مشددا على سعيه لتكوين جمعية صداقة برلمانية بين البلدين. كما وجه الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ لزيارة كوريا الجنوبية في إطار الحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، ومنها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور محمد فريد عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه قال الدكتور محمد فريد إن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتنفيذا لاستراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفية، بداية من نشاط سوق رأس المال، مرورا بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتأمين والتمويل الاستهلاكي، وصولا إلى التمويل متناهي الصغر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يسهم به مشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة في أفريقيا من تعزيز للعلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الأفريقية ودعم مجالات التعاون في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء لرئيس الوزراء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد قصير لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تناول اللقاء عددا من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية والتي شهدت طفرة غير مسبوقة ووصلت إلى حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021 بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية بوركينا فاسو، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بجمهورية بوركينا فاسو
بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الإفريقية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكري والأمني بين البلدين. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الدفاع بين الجانبين، تضمن أهم مجالات التعاون التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء والبروتوكول الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، وسفير جمهورية بوركينا فاسو بالقاهرة، والملحق العسكري البوركيني بالقاهرة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2023. وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبري القبة اعتبارا من الاثنين الموافق 15 من أغسطس الجاري ولمدة شهر. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس السيسي، قامت وزارة الداخلية بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي. وتم اصطحاب براعم وشباب حي الأسمرات إلى اتحاد الشرطة الرياضية وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد. احنا عايزين أهلنا لما يجوا في الأماكن دي نساعدهم أكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم أكتر، نعلمهم أفضل. نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة، يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسانية فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة، يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسانية فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوة جدا. بشكر سيادة الرئيس على الدعوة ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس في اتحاد الشرطة، واتحاد الشرطة كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميلة جدا لما رحنا الأسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصورة جدا في دراستي وبقيت بروح أماكن جديدة. الحياة بتاعتي اتغيرت 100%. أنا كنت في الأول عادي ما فيش أي حاجة أصلا كانت في بالي. أول ما رحت الأسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل أفكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت أصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب أن يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود، لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة هنا في الأسمرات، في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا في النادي، بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر للينا ده وده فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حققه بنا، ورى العالم كله بجد حقيقي مصر تقدر تبنى.
بحبكم قوي قوي، وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا وراك. مش متخيله ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزاره الداخليه، وبحبك يا رئيس. فرحانه جدا ان انا جيت قضيت اليوم ده وموجوده وسط الضابطات والضباط، وفرحانه جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغيرنا حياتنا لحياه اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادره هي الاولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزاره الداخليه الذي يكتسب اهميه يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية، بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. احتفالية كبيرة رياضية وترفيهية أقامتها وزارة الداخلية لمجموعة من شباب وبراعم حي الأسمرات، وهو ما يعكس الدور الإنساني والاجتماعي الذي تليه وزارة الداخلية أهمية كبيرة لتحقيق التواصل والتقارب مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف، يعني في أي إطار تضع الدور المجتمعي لوزارة الداخلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. أنا أعتقد أن الصورة التي رأيناها وشاهدناها قبل قليل هي ترجمة أولا لسياسة الدولة في التوجه نحو الحياة الكريمة لكل المصريين بالدرجة الأولى. ثانيا، الشق الثاني وهو الإيمان الشخصي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التقارب المجتمعي بين مختلف الفئات، بمعنى ليس مجرد أن يتم نقل مجتمعات من مواقع عشوائية إلى مواقع أكثر آدمية تمثل حياة كريمة، ولكن أيضا الدفع بقاطنين هذه المجتمعات إلى الانخراط في المجتمع، بمعنى أن يحصل كل منهم على ما يحصل عليه أبناء المجتمع بالكامل. وأعتقد أن هذه هي أولى خطوات الحياة الكريمة، أولى خطوات المواطنة الصحيحة، عدم التفرقة المجتمعية بين الطبقات، عدم وجود فوارق في التقسيم المجتمعي. هنا يجد أبناء مثل هذه الطبقات أنهم ليسوا بعيدين عن الدولة المصرية وليسوا منعزلين، بل بالعكس الدولة مش مجرد أنها بتنقل المجتمع من مكان إلى آخر، ولكنها بتحاول أن ينخرط هذا المجتمع بشكل كبير في المجتمع المصري ككل. وفي رأيي أن هذا هو إيمان شخصي من السيد الرئيس. ثم أن مبادرة كلنا واحد التي تنفذها وزارة الداخلية أعتقد أنها تراعي بعدا مجتمعيا مهما، لأن الشرطة هي أكثر المؤسسات الوطنية التصاقا بالشعب المصري. نعم، يعني الأمر ليس فقط توفير مأكل أو ملبس، ولكن وزارة الداخلية قامت يعني بدعوة براعم وشباب حي الأسمرات لمثل هذه الألعاب الرياضية والترفيهية التي يمكن لم يكن ليحصلوا عليها من قبل. إلى أي مدى بترى أن ذلك يؤدي إلى مزيد من عملية الدمج في المجتمع كما ذكرت؟ ما فعلته وزارة الداخلية في مبادرة كلنا واحد بجميع زواياها، ليست الزاوية دي على وحدها،
يمثل أيضا التقارب المجتمعي الكبير بين فئات المجتمع. وأعتقد أن هذا هو صلب عمل وزارة الداخلية، لأن المفهوم الشامل للأمن والأمان معا، الأمن هو الأمن المباشر، ولكن الأمان هو تحقيق الطمأنينة، بمعنى أن تنخرط كل فئات المجتمع نحو هدف واحد. وأعتقد أن ذلك هو صلب عمل وزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية بذلك هي تقوم بالمفهوم الشامل للأمن والأمان، بمعنى أن تعطي للمجتمع دوره الحقيقي في التآلف وفي التعارف وفي الانخراط سويا، في القدرة على أن ننظر إلى مستقبل واحد، عدم التفرقة بين مجتمعات بسبب يعني وجود يعني شرائح مجتمعية غير قادرة على أنها تدخل مثل هذه الأماكن. فبالتالي أنا لما بدخلهم بوجد عندهم فكرة أن أنت ليس لك فارق بين كل فئات المجتمع، أنت واحد منهم، وهذا هو ما يقصده السيد الرئيس. الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 85 طن مواد غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 77 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 714 قضية، من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و142 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 15 طن أقماح محلية. أشارت مصادر مصرية إلى اقتراب نجاح جهود القاهرة لوقف التصعيد بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ولفتت المصادر إلى وجود اتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة مع كافة الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة استمرار جهود مصر لتحقيق التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي أراضي في شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدد من القذائف، وإلى ذلك استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، فضلا عن إصابة 284 شخصا، فيما حذر مستشفى رئيسي في قطاع غزة من أن الفرق الطبية تواجه عدة أزمات، من بينها الحاجة الملحة للأدوية والكهرباء لمواصلة علاج المرضى في ظل التصعيد القائم بالقطاع. We'll be right back.
كانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب ومقدساته، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد. أضاف أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي. كما طالب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي أن الرد الحقيقي والفعال على هذا العدوان يتطلب تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وإنهاء الانقسام. كما أشار إشتية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته لوقف العدوان على غزة، ناعيا الشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي. تواصلنا مع الأمم المتحدة، وهذا العصر هذا اليوم سوف نتواصل مع الصليب الأحمر من أجل تكليف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وكذلك بالتنسيق مع إخوتنا في مصر العربية سوف نستخدم معبر رفح من أجل توصيل كل المساعدات التي يحتاجها أهلنا في القطاع. الاتصالات جارية على مختلف الصعد كما ذكرت، وبشكل أساسي في مجلس الأمن، وهناك تعنت إسرائيلي كبير في هذا الموضوع، وإسرائيل ترفض وقف العدوان، ولكن هناك جهود كبرى من الدول من المجتمع الدولي، أعضاء مجلس الأمن بشكل أساسي، وكما ذكرت هناك جلسة لمجلس الأمن، أعضاء مجلس الأمن جميعهم يطالب بوقف العدوان فوري، وكذلك هناك بيانات تنديد واستنكار من مختلف دول العالم من جميع العواصم. هذه العواصم نددت بهذا العدوان على أهلنا، وأعتقد أنه إن شاء الله سوف يتم وقف هذا العدوان، والجهد الذي يقوم به الرئيس والجهد الدولي سوف يأتي بنتيجة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وحملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن السماح لقوى التطرف ومن بينها أعضاء في الكنيست بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامنا مع العدوان على قطاع غزة، لافتة إلى أن من شأنها الإسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين. We'll be right back.
هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا غدا الاثنين بطلب من دولة فلسطين لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الطلب الفلسطيني لاقى استجابة واسعة من أعضاء مجلس الأمن. وشدد منصور على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مطالبا المجلس بإدانة العدوان والعمل على وقفه. نفت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكره. وقالت المتحدثه باسم المفوضيه العليا ان مجلس المفوضين هو المعني بتحديد الموعد او المده الزمنيه المطلوبه لاجراء اي عمليه انتخابيه بالتشاور مع الحكومه. ويعاني العراق حالة من الانسداد السياسي في أعقاب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة واستقالة نواب الكتلة الصدرية وما تلا هذا من تظاهرات. بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم تطورات المشهد السياسي في البلاد. ودعا رئيس تيار الحكمة العراقي الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله، كما شدد على ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 66 طائرة تابعة للسلاح الجو الصيني في محيط تايوان. وأضافت الدفاع التايواني أنها رصدت أيضا 14 سفينة حربية صينية تقوم بأنشطة في مضيق تايوان، وذلك في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الجانبين عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. اختتم الجيش الصيني مناورات عسكرية في محيط تايوان. ووصفت مناورات الجيش الصيني بأنها أوسع مناورات عسكرية في تاريخه بمحيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايبي. ربما يخفت اليوم دوي المدافع وأزيز الطائرات، لكن الأزمة وقعت ما لها من دافع. المناورات العسكرية الصينية الأوسع في محيط تايوان جاءت رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، مما دفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. بيلوسي التي تتبوأ ثالث أعلى منصب في الولايات المتحدة أثارت غضباً صينياً لا يحسب مداه، فتخطى المناورات العسكرية إلى مستوى تعليق سلسلة من المباحثات والشراكات الثنائية مع واشنطن، وخاصة في مجال التغير المناخي والدفاع. بكين تبعث عبر مناوراتها انذارا مفاده قدرتها على محاصرة الجزيرة بالكامل مع قطع السبيل أمام وصول مساعدة أمريكية. الصين ما لبثت أن تنهي مناورات تايوان حتى أعلنت عن مناورات جديدة بالذخيرة الحية ستقام حتى 15 من أغسطس الجاري في البحر الأصفر الذي يفصل بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، والهدف هو اختبار القوة النارية في الميدان والضربات الجوية طويلة المدى. تايبيا نددت بلا توقف بهذه المناورات التي اخترقت الخط الحدودي الفاصل في مواقع كثيرة، داعية بكين إلى الوقف الفوري للتصعيد. واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أكدت أن الولايات المتحدة عازمة على التصرف بمسؤولية لتفادي أزمة بعد الرد الصيني على الزيارة والذي وصفته بغير المتكافئ. نيران الأزمة الصينية الأمريكية تستعر بشدة، مما يتطلب تحركات واسعة خشية نشوب صدام عسكري قد يكون متعدد الأطراف. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تايوان ليست جزءا من الولايات المتحدة بل من الأراضي الصينية. أضاف الوزير الصيني أن الولايات المتحدة تنخرط فيما وصفه بالجدال بشأن قضية تايوان،
لافتا إلى أن إجراءات الصين حيال تايوان عادلة وملائمة وقانونية، فضلا عن أنها تهدف إلى حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها. يأتي ذلك في أحدث انتقاد دبلوماسي صيني للسياسة الأمريكية منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. أعلن رئيس الوزراء التايواني سو تسينغ تشانغ أن الصين استخدمت إجراءات عسكرية تعكر السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك ردا على التدريبات بالذخيرة الحية التي أجراها الجيش الصيني حول الجزيرة. ودعا رئيس الوزراء التايواني الصين إلى عدم التمادي في الأنشطة العسكرية، وأدان ما اعتبره محاولات لتقويض معنويات الشعب التايواني. ذكرت وزارة النقل في تايوان أن الرحلات عبر مجالها الجوي استؤنفت تدريجيا اليوم مع اختتام الصين تدريباتها العسكرية بالقرب من الجزيرة. وأضافت الوزارة في بيان أن تايوان ستواصل مع ذلك توجيه الطائرات والسفن بالابتعاد عن التدريبات العسكرية الصينية قبالة ساحلها الشرقية حتى الساعة 10 من صباح غدا الاثنين بالتوقيت المحلي. أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن ترحيبه بالسماح للسفن الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية. وأضاف البابا فرانسيس في عظته الأسبوعية أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس أن الاتفاق يعطي بادرة أمل في إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم، لافتا إلى أن هذه الخطوة تدل على إمكانية الحوار وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع. غادرت سفينة الشحن جلوري التي تحمل على متنها 66 ألف طن من الذرة الأوكرانية ميناء تشورنومورسك الواقع قرب ميناء أوديسا الأوكراني. وأضافت وسائل إعلام أن ثلاث سفن أخرى تحمل منتجات زراعية غادرت من الموانئ الأوكرانية نحو وجهاتها المحددة، وذلك في إطار اتفاق تصدير الحبوب. رويدا رويدا تنحل عقدة أزمة الحبوب العالمية من جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. هنا على البحر الأسود حيث دارت معارك كثيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، باتت سفن شحن الحبوب واحدة تلو الأخرى تنطلق من الموانئ الأوكرانية لوجهات متعددة. مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية أعلن عن انطلاق أربع سفن شحن محملة بالحبوب من مينائي تشيرنوموريسك وأوديسا. المركز أوضح أنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي تم بموجب الاتفاق الدولي الموقع في 22 من يوليو بين روسيا وأوكرانيا برعاية من الأمم المتحدة. يسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير، بالإضافة لاستئناف تصدير شحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية. وينص الاتفاق أيضا على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب. ومنذ بداية الأزمة أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للموانئ الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، ومن ثم تفاقمت اختناقات سلاسل التوريد العالمية. وأدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا اللتين توفران معا 30% من صادرات القمح العالمية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. قالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية إن قوات المسلحة الأوكرانية قتلت 23 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت قيادة العمليات الأوكرانية أنها دمرت رادارا لنظام صواريخ مضاد للطائرات ونظام صواريخ للدفاع الجوي من تراس بانسير، إضافة إلى مركبتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع السويدية أنها ستشارك في البرنامج الذي تقوده بريطانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين. وأوضحت الدفاع السويدية أنها بذلك ستنضم إلى القائمة المدرج عليها الدول المشاركة في تدريب الجنود الأوكرانيين، والذي يتضمن ما يصل إلى 10,000 مجند جديد لعدة أسابيع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأنها تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلقي السلاح، وذلك دون المساس بالسكان المدنيين. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أزمة تكلفة المعيشة التي تضرب ملايين الأسر البريطانية على وشك أن تزداد سوءا. وأضافت الصحيفة أن الغاز هو حجر الأساس لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة، قد ارتفع سعره بشكل كبير، وصل إلى 400% في العام الماضي و 1000% منذ عام 2019. في تلك الأثناء يترقب البريطانيون ارتفاعا جديدا في أسعار الطاقة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الفواتير لملايين العملاء. توقع المعهد الوطني والإيطالي للإحصاء تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة بعد التسارع الكبير للنمو خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأشار المعهد إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي يعود إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالية. وبحسب بيانات المعهد، انخفض مؤشر الانتاج الصناعي في شهر يونيو للمرة الثانية على التوالي، وذلك بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. بعد رصدها تفشي جديد لكورونا، الصين تفرض حجرا صحيا على ثمن بمنتجع سياحي. أعلن البيت الأبيض عن خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من تدابير الحجر الصحي الصارمة بعد أن أتت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لليوم الثاني على التوالي. وقال طبيب بايدن كيفين أوكنور إن الرئيس يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة بأمان واستئناف رحلاته. كانت نتيجة اختبار بايدن قد ظهرت إيجابية بكورونا لأول مرة في 21 من يوليو، وخرج بعدها من الحجر بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية، لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 من يوليو، ومكث في الحجر الصحي لمدة أسبوع. فرضت السلطات الصحية إغلاقا بمنتجع سانيا في جنوب الصين، والذي يضم نحو 80,000 سائح، وذلك لوقف انتشار فيروس كورونا في المدينة الواقعة على جزيرة هاينان الاستوائية. وقالت السلطات إن السياح الراغبين في مغادرة المدينة عليهم الحصول على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا بعد إجراء 5 اختبارات PCR على مدار 7 أيام. ويأتي الإغلاق خلال ذروة موسم السياحة في ثانيا والمشهورة بمنتجعاتها وشواطئها.
مرحبا بكم مجددا. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 7500 إصابة بمرض جدري القردة هذا العام، وهو أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم. كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الخميس الماضي أن تفشي المرض يعد حالة طوارئ صحية عامة. يأتي ذلك فيما تم تسجيل 28220 إصابة بالمرض في 88 دولة على مستوى العالم. نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة علاجية مجانية بقرية فارس التابعة لمركز كوميمبو في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة وقامت بتوفير أكثر من 130 نوعا من العلاج الذي تم صرفه بالمجان، كما تم تحويل عدد من المواطنين على المستشفيات التابعة للمديرية لإجراء جراحات متنوعة وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية. احنا النهارده في قريه فارس التابعه لمركز كومبو بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين، النهارده وبكره ان شاء الله. احنا القافله الطبيه عباره عن مستشفى ميداني متحرك بنتوجه للقريه المستهدفه. القافله الطبيه بتضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، بتضم معمل الطفيليات ومعمل الدم، بتضم الاشعه العاديه واشعه السونار، بتضم صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان. الكشف والعلاج في القافله بالمجان بيتوجه المواطن للحصول على الخدمه الطبيه المطلوبه في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص. وصلت القافلة الطبية بقرية بني قرة بمركز القصية في محافظة أسيوط فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وضمت القافلة جميع التخصصات وتم صرف العلاج مجانا، ووقعت القافلة الكشف الطبي على نحو 2000 مواطن خلال يومين، كما أصدرت عددا من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين. عندنا في القافله الطبيه بنعمل كل انواع الاشعه العاديه شامله الاشعات على الاطراف واشعه على الصدر واشعه على البطن وعلى الفقرات القطنيه العجزيه وعلى كل الاشعات اللي بيطلبها دكتور الجراحه او دكتور المسالك او طبعا دكتور العظام او دكتور البطنه. كل التخصصات دي احنا بنعمل الاشعات بتاعتها واشعات الاطفال والاشعات كلها بالمجان لجميع التخصصات، وبنوفر على المريض ان هو يروح اي مكان عشان يعمل الاشعه دي. طبعا الاشعات كلها بتبقى كلها موجوده هنا. الادويه كتيره ومتوفره عندنا مخزون 6 شهور. مرحله الصيدليه بيبقى في مرحلتين، مرحله الصرف بيتاكد فيها الصيدلي من اكتمال كل البيانات بتاعه التذكره، علشان هو المرحله الاخيره الصيدليه هي المرحله الاخيره بتاعه المريض، فاي حاجه لو نسي تحليل نسي تحويل بيوجهه ليها، وبعد كده بيصرف له العلاج وبيعلم له عليه بالقلم البيرمننت عشان يتاكد ان هو فهم الدواء كويس جدا. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وتلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها. وخلال اجتماع لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة، أشار مدبولي إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهود الدولة في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل. وقعت مصر اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو كجزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي بميزانية تقدر ب 145 مليون يورو. وأوضحت وزارة البيئة أن البرنامج يعد من أهم وأكبر المبادرات لمساعدة الصناعة على تحسين الأداء والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة. يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. وقالت الوزارة أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 من أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 15 من أغسطس. وأوضحت الوزارة أنه في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، فقد تم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية وسوف يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2022. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الأخبار الاقتصادية لدى مصطفى مزار، تفضل مصطفى. شكرا إيمان وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الIDSL إلى 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 مقابل 8 ملايين مشترك في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة قدرت ب 18.9%. أظهرت بيانات الإحصاء أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 59.7 مليون مستخدم في يونيو من 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم في يونيو من عام 2020 بنسبة زيادة 42.8%. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء من قبل المتعاملين المصريين. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق ما قيمته 6 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 669.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 10043 نقطة مرتفعا بنسبة 0.8% ليصل إلى 10123 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1911 نقطة مرتفعا بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 1989 نقطة. كما فتح مؤشر EGX 100 عند 2835 نقطة مرتفعا هو الآخر بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2923 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و6 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و41 قرش للشراء و19 جنيه و53 قرشا للبيع، وذلك في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيه وقرش واحد للشراء و23 جنيه و15 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و19 قرش للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و7 قروش للشراء و5 جنيهات و10 قروش للبيع. في أسواق المال الخليجية، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض وسط ضعف من أسعار النفط والتي اختتمت في الأسبوع عند أدنى مستوياتها منذ فبراير في ظل مخاوف من ركود محتمل قد يؤثر على الطلب على الوقود.
تراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.6%، كما تراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.36%. أما في بورصة مسقط فهبط مؤشر السوق بنسبة 0.28%، وتراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 0.01%. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في هذه النشرة مع الزملاء. شكرا لك مصطفى ميزار. يعد مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من الحفريات من العصور الجيولوجية المختلفة. المركز الذي تم إنشاؤه عام 2019 ويهتم بدراسة التراث الطبيعي للحفريات الفقارية التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين. اكتشافات كبيرة وإنجازات مهمة حققها مركز الحفريات بجامعة المنصورة على مدار سنوات، وهو ما جعله أحد أهم المراكز في العالم نظراً للكشف عن الكثير من النظريات التي ساهمت في كشف طبيعة الحياة منذ آلاف السنين. المركز يعد أول مركز متخصص للحفريات الفقارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم العديد من الحفريات الفقارية من العصور الجيولوجية والتي يرجع عمرها عشرات بل مئات الملايين من السنين. اكتشافات المركز المتتالية والتي أثرت عالم الحفريات بالكثير من المعلومات جعلت المركز حديث العالم ومزاراً للعلماء من جميع الدول، والتي كان أهمها اكتشاف سادس ديناصور مصري وأول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وسمي باسم جامعة المنصورة المنصورة سورس، والذي يعد آخر عصر لظهور الديناصورات. ومن أبرز اكتشافات المركز أيضاً حفرية حوت دوردون أتروكس، وذلك بطول 5 أمتار، والتي عاشت منذ ما يقرب من 37 مليون عام، واكتشاف حفرية حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام، وذلك بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة. من أهم الاكتشافات على الإطلاق بالنسبة للمركز واللي قدمنا للمجتمع الدولي والمجتمع المحلي كان اكتشاف الديناصور منصورة سورس، واللي سميناه على شرف جامعة المنصورة، واللي لقى يعني كانت وكالات الأنباء العالمية بتتكلم عنه بشكل كثيف جدا سنة 2018، واللي خدنا منه الفيم أو الشهرة العالمية والمحلية. وكانت من أهم الحاجات اللي قدرنا نوصل بيها بالاكتشافاتنا إن خلينا رجل الشارع المصري ورجل الشارع العربي يتكلم عن حفريات وديناصورات والتراث الطبيعي للمصري أو العربي بصفة عامة. يعني المركز نشر أكثر من 20 بحث دولي في كبرى المجلات العلمية العالمية، والذي وثق فيه أنواع جديدة من الكائنات التي عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين، كما ساهم في تغيير العديد من النظريات السابقة عن الحياة البرية قبل وجود الإنسان على الأرض. الجهود العلمية للمركز تمثل إضافة لدراسات التراث الطبيعي المصري والأفريقي حول الحفريات، وخاصة حفريات الحيوانات القديمة، والتي تسهم يوما بعد يوم في كشف ألغاز علمية مهمة. بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها. مصادر مصرية تشير إلى اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة. تايوان تعلن رصد 66 طائرة و14 سفينة حربية صينية في مضيقها. ختام النشرة. وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.